قتل النبي مثله مثل ذلك البعير أبي بن خلف. قال والله يا محمد لأقتلن. كل مرة يلقى بها النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا قاتل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المدينة وهو على هذه الهيئة من الآلام، ومثله مثل أصحابه. وكان ركبته الشريفة صلى الله عليه وسلم أيضا قد أصابها من الألم ما أصابها لأنه لما وقع في الحفرة. هذا المشهد يراه الله، هذا المشهد ينظر النبي فيه إلى نفسه. يدخل النبي، يصل النبي المدينة ويدخل إليها إلى حين أنه يأتي إلى بيته. فلما أهم بالنزول عن فرسه الشريف لم يستطع أن ينزل، ممتلئ بالأوجاع والكمدات والضربات والجوع. هذا محمد بن عبد الله خير خلق الله، هذا خير من وقع الثرى، هذا خير من عرفته البشر. إنسان الكمال، إنسان الجمال، إنسان الخير، إنسان العلم، إنسان العقل، جمع فيه كل خصال الكمال الإنسان. هذا للعرب بهذا. لو أن الله الأوسمة التي قد منحها من ربه العظيم، وإلى المنزل التي تبوأها من ربه، وأراد كما يظن اليوم بعض الحق أنه يحاسب الله عليه، أنا مثلي يحصل معه ذلك؟ أنا بسطوتي وسلطاني وقيمتي واعتباراتي وأوسمتي يصلح صنع ذلك؟ يعني ألست يا رب العالمين قادر على أن تأخذ بقية إلى عدد؟ قادر، نعم. لكن محمد لم يتكلم بكلمة واحدة. محمد المسلم لربه، محمد الذي علم البشرية رضا عينه في كل ما يصدر عليهما، في كل ما يطلع عليهما، وكل الله مطلع على كل شيء. محمد الذي درب البشريه وبرزها على ان تواجه السحاب بكل جدار. ما استطاع محمد ان ينزع دابته. محمد بن عبد الله. قالوا فاخذ الانصار سيدنا سعد بن معاذ وحمل المنزل. هل جلس محمد يلكم الآلام ويبكيها ويتحرش لأن يشفي غريبه من قريش حتى ينتقل بنفسه ومنزلته؟ هل فعل النبي محمد ذلك؟ هل كانت هذه ردة الفعل التي تراها اليوم من الناس لسوء أن تعود على الله بالسوء؟ صار الله مسؤول اليوم بعض الناس عن الذي يحصل. لماذا؟ لأنهم يريدون تدخلا فوريا عاجلا، وهم كسالى، وهم كسالى لا يقدمون ولا يقدمون إلا العجز، لا يدعون أن يتقربوا إلى الله بأن يتركوا حراما واحدا يعبدون عاجلا، ويريدون من الله تدخل فوري وعاجل. الله يتدخل وهو أعلم وهو أحكم من عقله الذي يريد أن يحل المشاكل كالعادة بسهولة دون أن يأخذ بأسبابها الطبيعية. هذه النقلة القضية التي نريدها اليوم والتي تريدون أن تقفزوا بها بكل نظام الأسباب وتهملوا بها جميع نظام الأسباب حتى نحصل إلى الفوز السريع. ترى لو أننا اليوم مسكنا أرض غزة وأعدناها إلى أرضنا بكل سلطانها وحلاوتها، هل ستعود إلى ربكم متمسكين؟ ربما سيعود الناس إلى ما كانوا كما قال بنو إسرائيل يوما لسيدنا ونبينا موسى عليه السلام لما قال له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا. يعني هل هذا أصابنا قبل ما تيجي بعد ما جئنا؟ قال: عسى ربكم أن يمكن عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما من الأصل إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتحسد على ما أصابه،
على الأقل من بقية السور، وهو يحمل في ذهنه حتى أسأل الله عز وجل تلك الشخصية التي حملت الدعوة على أكتافها بثقة الدعوة بمكة، بثقة أعمالها الاجتماعية والسياسية كمان، يحملها حمزة ابن عبد المطلب بكل جدارة ترتفع كلمة الدعوة في مكة بسبب أكتاف حمزة وعمر رضي الله عنه. هذا الجبل العظيم يستشهد اليوم في يوم لو أنا حصل معنا فعلا راح نبقى سنة كاملة على حسن أنا نتقوطع بإذن أمراض نفسية. دخل النبي العصريات والضحيات عصرية في صلاة المغرب وإلى محمد إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام الإمام المسلمين، لكنه من شدة آلامه يحمل الصحابة العلماء محمد بن عبد الله. قال ولما صلى العشاء وإلى ذي الحكمة وجد أنه قد اشتد عنده عليه الصلاة والسلام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحزن، لم يحزن لماذا؟ أنت لا تحزن لماذا؟ إنسان رحيم مؤمن لله. هذا الشيء الذي نراه اليوم كمثال حي، لماذا لا تراه يتندب كما ننده اليوم؟ ولا نراه اليوم يحزن كما نحزن اليوم بزيادة؟ الحزن والشفقة مطلوبة أو الشفقة مطلوبة، لكن الحزن الذي يقترب من اليأس اليوم هذا غير مطلوب من المؤمنين. هذا الإنسان الذي نراه اليوم يجاهد في أبسط التفاصيل، في أبسط الإمكانيات، في أبسط الإعدادات، هذا الذي يقف اليوم أمام جبابرة العالم وهو بهذه البساطة لم يعد على من يقول له أين أنت لم تقف معي، بل يرى ربه معه في كل ضربة، يرى ربه معه في كل إقدام مقدم، يرى أن الذي حمسه لهذا الحال هو رب العالمين. لكن لا نعلم هذه الأشياء ولا نقصد لا يحزن هذا لأنه يقف على رب العالمين، لأنه يعلم إن بقي اليوم فهو عند ربه من المكرمين، وإن أخذته الشهادة إلى ربه فهو عند ربه من المكرمين. هل لمن حسن اعتقاده بربه؟ هل لمن استقام قلبه مع ربه؟ هل لمن نظر إلى ربه نظر العبد لربه في كل حال؟ هذا الذي نظر إلى ربه كعبد في كل حال هو محمد بن عبد. في صباح ذلك اليوم يوم احد ماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ارسل سيدنا بلال يقول في المدينه ويبلغ الناس ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد ان يلحق بقريش، يريد ان يلاحق قريش، يريد ان يفاجئ قريش وهو في جراحه وهو في آلامه. قال بعض الصحابة بقي الكثير من جراح النبي عليه الصلاة والسلام في جسمه واحد. هذه الجراح الدور كيف نحسبها لو صار معها بضم الذكر والأنثى، وربما نطعنه عن كثير من الواجبات في صباح اليوم فقط ما مضت 24 ساعة والنبي يتخذ قرار الحرب مرة أخرى وينطلق إلى حمارة المسجد، ولكنه أصدر قرارا غريبا غريبا من الغرب، الا انه ليس غريبا يعني عجيبا ولا قيمه له، بل هو كل القيمه انه منع ان يخرج معه في هذا العرض الى الغزو الا من كان جاهلا مع الناس. معناها انك ستخرج يا محمد جيشا ممتلئ بالجرح وممتلئ بالصعوبات وبالالام وبالاوجاع، حتى روي ان بعض الصحابه رضي الله عنهم لما سمع الخبر وكان قد حمل جمره حيث ان يلقي بها جراحه وتوقف وقال لا بعد الان اخبر امر رسول الله. هذه الجراح التي حملت لنا ديننا اليكم الان، هذه الجراح الجميله، هذه الجراح العظيمه، هذه الجراح النافعه كانت لنا سببا ان نصل اليوم الى حاله من الاسلام، إلى هذه العزة التي نراها في قلوبنا لله سبحانه وتعالى، إلى تلك الإيمان الذي نراه من إخواننا، إلى تلك الحالة الشعورية المذهلة التي نراها من إخواننا اليوم في أرض الإسلام. حقا لهم
إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. وحينئذ سترى سكينة الله عليه، وسترى سلام الله عليه، وسترى أمن الله لهم، وسترى جمال الله عز وجل عليهم، وانظر إلى قوتهم وعزمهم. وما هي إلا أثر من آثار الإيمان الذي علمهم إياه محمد، والذي فضح البشرية بها محمد، والذي فرض البشرية عليها محمد، والذي روض النفس البشرية عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وحمل النبي جيش المثقل بالجراح إلى حمراء الأسد، قال إلا أنه تأخر عن النبي رجل من بني عبد البشر، فقال ما تأخرهما عني؟ وكان النبي يتفحص الجيش، وكان الجيش تقريبا قوامه 630 واحد، لأنه كان قوامه 700 استشهد 70، بقي 630 واحد تقريبا. وبهذا الجيش يعني القوي جدا بإيمانه، لكنه بإمكانات قصيرة جدا، لا يوازي جيش أبي سفيان الآن، لا يوازي حينما قريش آمنة، لا يوازي تلك المفاخرة الباردة التي كما يفاخرها اليوم هؤلاء بقوته وعبادته. اللهم إن عتادنا أنت يا رب العالمين، وإن سلاحنا أنت يا أكرم الأكرمين، وإن عزتنا منك يا مولانا يا رحيم يا رب الرحيم. إن عتادنا لخواتنا وإخواننا وضعفائنا ومساكين ومبتلين ومن أصابتهم الجراح، أنت العتاد لهم يا رب العالمين، أنت النصر لهم يا أكرم الأكرمين، أنت المالك لأحوالهم كلها، وأنت رب العالمين. الحزن من الكرام يضع في نفس الإنسان
حياة زائدة، والحياة التي نطلبها هي الحياة الباقية. هذا لا يقع على الحفظ. هذه المعتقدات الإسلامية التي جعل فيها الشر الدنيا إذا قبلت بالآخرة، ليس لها ذلك الشكل العظيم إذا قبلت بمنافعها بمنافعها، لكن إذا قبلت الدنيا بأنها مزرعة بالآخرة فهي فرحة. وحينئذ إذا نظر الناس إلى الدنيا على أنها فاتت فيها مصالح وأصابته بسبب ذلك الأحزان، فهذا هو الذي نريد أن نتكلم عنه، وهو الذي نقول بأنه لا يجب ولا ينبغي لك أيها المسلم، وأنت تعتقد بأن هناك إلها عادلا حاكما لا ينظر عنده أحد، هو الذي سينصرك وسيقف معك، وهو الذي سيعقد محكمة يوم القيامة تظهر فيها حقوقك التي فاتتك في الدنيا. هذا الإله العظيم الذي لا ينظر عنده أحد ولا يظلم الناس شيئا، كيف لك مع وجوده أن تشعر بالحزن الأشياء؟ هذا الخطاب خاطبه النبي لأعز أصحابه محمد يوم أن كانوا في ظرف الملاحقة التي فعلته قريش واستخدمت في أسلحتها ووضع جوائزها، يوم أن قالت له بأنفاقه أن يحمل محمد حيا أو ميتا، ووصلوا إلى محمد وكادت الأحزان أن تنال من القلوب، إلا أن الله عز وجل أراهم العجب، لأنه أوصلهم إليه وغيره عنه الإكرام لله لا حدود له، لكن يحتاج إلى قلب يستحق هذا الإكرام، وإلى نفس تروح إلى كرم الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه. ما نريد أن نصل إليه أنك أيها المسلم لا ينبغي لك أن تحزن ولا أن تيأس ولا أن تضمط، إنه لا يكون من رحمة ربه إلا الضالين، ولا يئس من رحمة ربه إلا القوم الكافرون، لأنه لا يعلم أن أو لأنه غاب عنه أن الله سبحانه وتعالى يعوض العبد يوم القيامة في كل شيء، وهذا العوض الكريم الذي يعوضك الله فيه حتى الشوكة تشاكها العبد يعوضه الله عز وجل بدل هذا العظيمات، لا يبقى معه حزن ولا يأس، اللهم لا حزن معك ولا يأس معك. فنسألك يا أكرم الأكرمين أن تنزل سكينة على قلوب إخواننا في أرض الإسلام فاضلا، وفي أرض بلدك خاصة لبلاد الأرض المسلمة التي أصابها من هذا الشر ما أصابها. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا
أحبتني رب العالمين في السودان وفي غزة وفي غيرها من بلاد الإسلام. أجر ضعفاء المسلمين يا رب العالمين، أجر إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وإيمان وإسلام وإحسان وتقوى وعرفان يا رب العالمين. هيئ لهم إمارة صالحة للناس تبلغه وإن بدر تعينه. أنت ولي ذلك ومولانا وبارك مساعي جلالة الملك في نصرة إخواني في غزة يا رب العالمين. مشكورة مباركة يا رب العالمين. وضاعفها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا لأمة الإسلام غاضبة يا أكرم الأكرمين. استعملنا في ذلك يا رب العالمين، واستعملنا في ذلك يا رب العالمين، واستعملنا في ذلك يا رب العالمين. الله أكبر.
السلام